أفكار في حلقة استثنائية وخاصة مع ضيفي العزيز السيد يوسف محمد وكيل وزارة الصناعة والمعادن وشؤون التخطيط، حياكم الله سيادة الوكيل. أهلا وسهلا بكم وقناة الرشيد. شكرا لك سيد محمد. بالعادة يعني من تتكلم عن وزارة الصناعة تتكلم عن شركات عاملة في القطاع الصناعة، كان لهذه الوزارة دور كبير لسنوات ماضية، أقصد قبل 2003 وما بعد لسنوات قليلة بعد 2003 كان دور مميز بدعم التنمية الصناعية العراقية بشكل كبير جدا، لكن الحال اختلف بالسنوات الأخيرة. خلينا نبدأ من النهاية. العراق اليوم يمر بأزمة مالية حقيقية وبشهادة الحكومة، وهاي الأزمة هي تتداور بين فينا والأخرى باقتراحات ومقترحات لتلافيها. الصناعة هي جزء وثيق من هذه الأزمة باعتبار أنه ممكن أن تعدي الأزمة. هل لوزارة الصناعة فد رؤية مخطط بمواكبة الأزمة المالية من خلال طرح منتجات، تقديم الاستيراد، مواكبة صناعة معينة؟ تفضل. مثل ما تفضلت أنت، يعني وزارة الصناعة والمعادن هي من الوزارات اللي تدعم الاقتصاد الوطني للعراق، وكانت هي أصلا في قبل عام 2003 تتحمل رواتب كل منتسبين الوزارة في شركاتها وتساهم بالاقتصاد بحدود 20%. حاليا بسبب يعني خلينا نقول التحديات اللي تواجهها الدولة بما فيها وزارة الصناعة والمعادن بإيقاف عجلة الصناعة وإيقاف شركاتنا وكثير من الأساليب اللي تدخل بها من إغلاق السوق، وهذا الهدف، وعدم السماح بتشغيل الشركات وزارة الصناعة والمعادن. هذا إغلاق السوق خلى يعني يجعل الصناعة، خلينا نقول عملية التسويق تكون صعبة. عزوف الوزارات ايضا عن التسويق، عن شراء منتجات الوزارة ايضا صار تحدي اخر. العمالة الفائضة في الوزارة ايضا هذا تحدي اخر اللي خلاها تكون مؤشراتها كلها خاسرة. فهذا كلها ساهمت حاليا في مواجهة التحديات. الوزارة ظل الحكومة الحالية وضعت خطة للنهوض بالشركات. تدري احنا سوينا خطة بالوزارة اللي هي قصيرة المدى لتأهيل شركاتنا، ومتوسطة المدى اللي هي عمرها 3 سنوات وفما فوق، وطويلة المدى. بدينا بالخطة الحالية لشركات الوزارة اللي هي اللي يحتاج لها تأهيل ونقدر ندخلها ونحولها الى شركات رابحه. هذا جزء اساسي بدينا نعمل عليه بظل الوزاره الجديده بتوجيهات السيد الوزير الحالي. احنا بصراحه اذا ما نشتغل بهالطريقه ما راح ننهض يعني ما راح نخرج من الصعوبات والتركه الثقيله اللي مرت بها الوزاره. خليني ارجع شوي على ما اريد افارق هذا الموضوع، انه تتاهل من خاسرة رابحة، يعني هي شنو المقومات اللي تقدر تخليها من خاسرة رابحة؟ يعني ممكن تدخل تزود لها خط إنتاج، أنا أحكي بشكل عام، أحكي بشركة بعينها، تدخل خط الإنتاج، تمنع المنتج اللي هي صدره الشركة لو تعيد تأهيل كوادرها، يعني شنو اللي أدواتك اللي هو يعني حتى تحول شركة رابحة، أي شركة من الشركات اللي عندنا خلينا نقول عليها مثل السمنت العراقية أو أدوية، لأن الشركات يفترض بالمعايير السابقة كانت رابحة. اليوم شركات خاسرة. سمنت خاسرة؟ خاسرة. احنا شنو مؤشرات الخاسر؟ من ياخذ يعني خلينا نقول رواتب من وزارة المالية منح فهو شركة غير قادرة على دفع الرواتب. بس انا اتصور هاي مؤشرات خاسر. شو وقت ما يكون مثل الأسمدة الجنوبية تتحمل كل رواتبها منتسبيها وتدفع خلينا نقول الحوافز، هذه شركة رابحة. مديرية العامة للتنمية شركة رابحة، مديرية رابحة. الشركات شو وقت ما تتأهل وتطلع من خانق تحميل عبء المالية على الرواتب تتحول إلى رابحة. هسه التوجه الحكومة الجديدة توجهنا في تطبيق هذا الإجراء أنه تحميل الرواتب جزئية مرحلية. حاليا راح نبدي ب 25% 30% نصعد. يعني هذا الضغط على شركاتنا، طبعا هي مو كل شركاتنا، قسم من عندها شركات بعيده عن يعني بعيده عن التوجهات يعني اللي نطمح لها، بعيده عن طموحاتنا. زين. لان شركات تحتاج الى نقسمها، شركات تحتاج الى مبالغ قليله حتى تتحول الى رابحه. هذا مركزين عليها، مثلا الدياله
السمنت، الأدوية وغيرها من الصناعات الأخرى. أنا كنت أتوقع أن السمنت هي رابحة باعتبار أنه كان قرار أخير ومنع استيراد السمنت، وبلشت الشركات الأهلية والخاصة صنع السمنت وتغطي حاجة العراق. هاي مؤشرات لي حتى أنت تحقق ربحية بالشركات. لا يعني هي اشتغلت الاسمنت اشتغلت. اشتغلت إيه، بس لحد الآن إحنا اليوم ما طول عندنا شركات تأخذ من المالية رواتب، إذن هي شركة خاسرة. ليش يأخذ هو ما يغطي السوق؟ مو ليش ما ليش ما مو على مود يغطي السوق. إحنا لأنه عدد الموظفين اللي موجودين بالعملية الإنتاجية أكثر من ما تحتاج العملية الإنتاجية. يعني بيعطي رواتب نفس الشيء. بالضبط. يعني اليوم أنت العملية الإنتاجية في معمل واحد تحتاج خلينا نقول ألف، انت عندك 5000، هاي هذا كله رواتب. اليوم انت مثل ما تنطي طبعا اللي هذه هاي واحده من التحديات اللي حاليا احنا نعاني من ادها، شلون نحلها؟ مو فقط وزاره الصناعه والمعادن، الدوله وزارة. احنا حاليا متوجهين باتجاه انه يصير عمليه فرز للعاملين بالعمليه الانتاجيه، حتى نقول يابا كل يعني انتاجيه الشركه بهذا العدد من العاملين هي شركه رابحه. العدد الزائد عن الشركة هو عدد خلينا نقول فائض عن الحاجة، والدولة والوزارة تتكفل برواتبهم، هذا حتى نتحول إلى شركات اللي هي رابحة. تتكفل يعني هو بالتالي مرحب راح يستلم راتب. هو ما عنده مشكلة الموظف، ما عنده مشكلة الموظف، بس إحنا نقيس على منتوج. أنت شلون أنت تحاسبني رابح لو خاسر؟ أنا ما طول بظل هذا العدد. أنت مع شركة قطاع خاص، أنت شركة قطاع خاص اليوم عندك فتحتاج إلى 100 عامل. أنا من أنطيك 200 عامل، يعني ما تقدر يعني تواكب عملية تدري راح يصير كلها في إنتاج على الزيت، كلفة الإنتاج عندك، فبالتالي ما عندك إمكانية على المنافسة. واليوم اللي المناسبة كل المنتجات اللي تدخل إلى العراق بكل أنواعها ترى منتجات مدعومة لغرض ضرب الصناعة العراقية، مدعومة 50%. فأنت ايش قد ما تحقق وايش قد ما تريد تخفض من تكاليف فما توصل الى الجسم. انا داخل حقها موضوع المستورد، موضوع ملف يعني خطير جدا وكثير يعني تكلموا به، لكن انا داخل حقها بمساحه وقت. ارجع للموضوع الخاسره بعد الدمج، ايش قد صارت الشركات؟ احنا قبل الدمج كانت بحدود 72 تقريبا 73 شركه، اليوم اصبحنا 31 شركه. هذه الشركات هي يعني مثلا صناعات السمنت كانت 3 شركات مستقلة، اللي هي شركة العمل السمنت الشمالية، والشركة العمل السمنت الجنوبية، وشركة العمل السمنت العراقية. اليوم ادمجت بشركة واحدة. فالموظفين طبعا حتى عمليات الدمج هذه يعني ما كانت بها جدوى اقتصادية بحيث أن تقلل الكلف، لأنه عدد العمل بقى بعملية الدمج. مثلا صناعات النسيجية ما كان معنا، عندي كانت 6 شركات 7 شركات صناعة النسيج الجلدية وصناعة النسيجية مال ألبسة النجف والموصل وواسط والقطنية والصوفية والسجاد اليدوي، 6 إلى 7 شركات اليوم صارت باسمها الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية. فالعدد العاملين ما كان ما كل في كل شركة 3000 4000، اليوم صار عدد 18000 بالمنتج. وين التقليص بال بس وغير مدير عام؟ بالضبط. والمدير العام اخذ راتبه وطلع، يعني ما ذاك مو ذاك الفرق اللي صار. احنا الغايه من الدمج والتقليص المفروض اني امشي باتجاه انه الشركه العامه للصناعات النسيجيه هي تاخذ فقط الناس اللي تحتاجهم بالعمليه الانتاجيه، والباقي يبقون ياخذون رواتبهم مثل ما قال، مثل اسوه بالرعايه الاجتماعيه، راتبه نفس الراتب ما يفرق، بس انا اريد اطلع الناس اللي يشتغلون حتى يقللون الكلف. يعني هو الدمج اقتصر بس على المدير العام؟ بالضبط، يعني اختصر على المدير العام، اختصر على بعض دمج الأقسام يعني لا أكثر ولا أقل، يعني مو هذه يعني بس هذا مو ذاك يعني مو ذيك الجدوى الاقتصادية اللي احنا كنا طارحينها حتى يعني نتأمل منها. ايش قد رابح وايش قد خاص من هاي الشركات ال 31؟ يعني اليوم كل مؤشراتنا فقط من هذا العدد فقط شركتين، هي شركة العمل الأسمدة الجنوبية لإنتاج الأسمدة، ومديرية التنمية اللي هي تمنح الوكالات والإجازات القطاع الخاص. هذا فقط هالمديريتين الشركة والمديرية رابحة تتحمل رواتب، والباقية كلهم يأخذون رواتب منحة من وزارة المالية. ولا شركة من شركاتنا تقدر حاليا تدفع رواتب، لأنه بس تفسر لي هاي موضوع المنحة، يعني هذا لسنوات طويلة تستلم وزارة الصناعة والمعادن منح من وزارة المالية،
هاش ترتب عليه الديون؟ ترتب قروض دين. وشو تسدده؟ تسدد ما يعني دين على الدولة يعني دولة بدولة يعني أنت يعني شقد تقريبا وصل دين وزول يعني على طول سنوات تريليونات يعني ما بالك يعني يعني ماكو سنة ماكو سنة أنت شهر هذا هالشهر أي شهر من الأشهر إذا تأخر فيه وزارة المالية يعني ست توتر بالدولة يعني من ضمن الصناعة يعني اليوم أنت تتعامل مع يعني مصدر رزق ناس احنا يعني صار راتب عدول ضمن الميزانية استحقاق صار استحقاق ميزانية ما عنده ما عنده يعني خلينا نقول عطاء مقابلة تشتغل مثل القطاع الخاص قطاع الخاص يباوع يقول لك تشتغل أنطيك راتب ما تشتغل ما تقعد بالبيت يعني والقرار القطاع الخاص يختلف عن قرار الدولة الدولة تحت وكل الموظفين يتحمل مشاكلهم أنهم واللي ساهم بهذا كلية بصراحة ظل الوضع المالي الصعب للدولة اللي تمر به جائحة كورونا انخفاض أسعار النفط الأغراق السوق التحديات ترى الدولة أخذت قرارات حماية المنتج والتعريفة الجمركية على هواي من المنتجات بس هذا الوحدة أخذ حق أستاذ يوسف بعد الفاصل إجابته كذا يمكن أنه مجلس وزراء الحكومات السابقة في كل حكومة يصدر قرار بإلزام الوزارات بالتعاون بشكل كبير جدا مع وزارة الصناعة لأخذ منتجاتها نعم. إضافة إلى تشريع قانون حماية المنتج شرع بس نعم. ما طبق السبب في عدم تطبيق هذا القانون هل هو خوف من القطاع الخاص أو خوف من عدم تطبيقه لعدم ثقتهم بالصناعة العراقية يقول لك أنا اليوم أحمي المنتج الوطني أمنع المستورد بس أنا ما عندي منتج وطني عم أغطي المستهلك جابتك بعد الفاصل استاذ يوسف مستمر وياكم استاذ المشاهدين نشوفكم بعد الفاصل مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم استاذ يوسف تكلمنا بعد الفاصل أنه إمكانية الحكومة بدعمها لوزارة الصناعة تمحورت بأنه ألزمت بقرار طبعا الحكومة السابقة نعم. من بتعاون وزارات مع الصناعة إضافة إلى كمجلس نواب شرع قانون حماية المنتج نعم. أولا دعم الإلزام الوزارات على شراء منتوجات وزارة الصناعة والمعادن هذا ثبت في الموازنة إلزام وخلى نسبة من الفائدة اللي 10% تحملها الشركات بس بصراحة التعاون مو من كل الوزارات وهي هاي مشكلتنا اليوم إحنا أكثر الوزارات يعني تتحجج ب يعني خلينا نقول تقديم طلبات على أنه تحصل اعتذارات من شركات ووزارة الصناعة والمعادن مثلا قسم من عندها أنا شفتها أنه الداخلية مثلا أو الدفاع من تطلب إطارات مثلا تحط مناشئ كورية ألمانية إيطالية تكون زين أنا إحنا شركات وزارة الصناعة والمعادن هل من الممكن أن تكون هاي المناشئ في صناعة عراقية؟ صعب اثنين انا عندي التعاون لا هو يخلي هذا الشرط او القاعده بالمنتج حتى يحصل اعتذار يروح يستورد القطاع الخاص لا هو قبل لا قبل لا يروح يعتذر انه يتوقع انه الاعتذار انه هو شاف المنتج الوطني يعني هو عنده فد قياسات للمنتج يعني انت شفت منتجك احنا المنتج الوطني يعني بصراحه اقول لك اياها عندنا المواصف العراقيه يعني المفروض منحيد عنها احنا واليوم احنا كل شركاتنا ما تغطي حاجة السوق يعني حتى نكون واضحين يعني اليوم أنا بي ما عدا السمنت اللي إحنا نغطي حاجة السوق وحاليا أكو منا يعني مجالات للتصدير بس كل المنتجات ما نغطي الكهرباء إنتاج محولات ديالة ما تغطي 50% الأسمدة ما تغطي 30% لوزارة الزراعة فإحنا يعني الوزارات الأخرى يعني ما تغطي كمنتج وكعدد وكنوع لا 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 كفاءة لا كطاقة طاقة إنتاجية كطاقة إنتاجية كحاجة فأنت أول يعني بالأخير أنه الوزارات الأخرى راح تروح باتجاه الاستيراد حتى تغطي إحنا وين هسه اتفاقنا إحنا مو وزارة التجارة حتى أنا أجي يعني خلينا نقول أنا عندي 20% أو 30% 50% والباقي راح أجيبها مستورد وانتهي هذا مرفوض يعني بصراحة هسه حاليا هذا مرفوض إحنا بدنا نلزم الوزارات ما ينتج يباع يفترض ما ينتج أنا ما إيش قد أنتجه أنت ملزم عليه تشتريه إيه بس يعني. مواصفات أما ما زاد عنه
انت تروح تجيبه خلينا نقول بقرار خاص بالوزارة. بمعنى انا اذا عندي منتج يعني يفرغ من يومه يعني باعتبارها الشركة راح تصير رابحه. اي بس انا طاقاتي ما تغطي طاقات الوزارات الاخرى، طاقات كوادر ولا اجهزه ومنتجات. بس مع هذا هسه احنا راضين، انا مثلا وزاره الكهرباء من تحتاج محولات كهربائيه يعني طريقه الطلب ما تكون مثل ما احنا هسه يعني عندي خطه مسبقه انه اني اجهز الكهرباء شهريا ب خلينا نقول 1000 محوله. هذا ماكو على التفاضي مثل عرض الطلب. انا اروح اقول لكم يا بش قد هذه، وايضا اعاني من مشاكل التسديدات. يعني صار توجه من السيد الوزير انه يمشي باتجاه الاجل، الدفع الاجل مو الدفع المسبق، لا لانه الوضع البلد اللي مر به وصلنا الى مراحل شركاتنا وقفت. يعني ديالة تطلب الكهرباء بحدود 60 مليار دينار. نعم 60 مليار دينار. الزراعه بحدود 50 مليار، واثرت على شركاتنا بانه ما عندها رواد سيوله تغطي شراء المواد الاوليه. يعني هذا واحدة من مشاكلنا. يعني احنا من نروح للوزارات، الوزارات خلي تاخذ بس المنتج مالتنا اللي احنا حاليا ننتجه وننتجه، احنا متفقين انه يكون بمواصفات العراقيه المثبته. وهذا ايضا عليه بصراحه عزوف من بقيه الوزارات اللي ما تتعاون باتجاه شراء المنتج. واكو سبب اخر ممكن يروح ياخذ الادويه. عندنا معاناه كلش يعني كبيره بشركه الادويه مع وزاره الصحه. يعني اليوم من يعني اليوم عمليه تسويق الادويه عبر شركه العمل التسويق المنتجات الدوائيه في وزاره الصحه صعبه كلش. يعني ليش؟ يعني عندهم اجراءات كلش معقده باتجاه المنتوج المحلي، وهي هاي الصعوبه اللي اليوم احنا ما قادرين. يروح المنتج الاجنبي عمود يحصل بالضبط. مع العلم اليوم سمعه المنتج العراقي في رجعت الى سابقها انه مواصفات عاليه. انت من تشوف دواء بالصيدليات عراقي تقول له انا اريد العراقي، لانه هذا تحس به يعني مصداقيه وثقه اكثر. واحنا بصراحه اقول لك اياها عندنا الدستور الدوائي اللي نعتمده بمنتجنا دستور عالي اعلى من دول الجوار. زين. اعلى من دول الجوار بحيث انه مواصفات عاليه جدا. بس لانه اليوم اكو تحديات الصناعه ما تصير، وعلى قولة احد الوزراء قال اكو ينطون فلوس حتى ما تشتغل، حتى انت تظل قاعد، حتى يصير السوق استهلاكي. لا هو واضح والعراق بصراحه اقول لك اكبر سوق استهلاكي لكل البضائع. خلينا كوزارات بعينها هي الصحه والدفاع والداخليه، عندما تتعامل وزاره الصناعه تتعامل كانه ند او ضد منه. احنا ولهذا احنا هسه اليوم بصراحه من ضمن الخطه الجديده اللي وضعناها بالوزاره يعني بتوجيه السيد الوزير انه نكون نطلب من الوزارات وخصوصا وزاره الماليه او وزاره التخطيط تنطينا الخطط مالت الوزارات. يعني مثلا عام احنا مقتربين على عام 21 خلينا نروح للدفاع، ايش يحتاج ب 21؟ وزاره الكهرباء ايش تحتاج من محولات من قابلوات من اسلاك؟ خل تنطيني اياها حتى انا اوزع الطاقات الانتاجيه خلال السنه على اساسها ممكن اجهزك. بالضبط، حتى اولا اني اعرف ايش قد عندي طاقات مالتي خلال شهريه فصليه نصب سنويه، ذاك الوقت نتحاسب على بوزاره الزراعه اكو عقود سنويه هذه ماشيه ماكو، كل ما ينتهي عقد يتجدد العقد الاخر. احنا نريد نعمم هاي التجربه اللي دا تصير عندنا على كل الوزارات حتى يصير خطه. احنا اليوم ما نريد نشتغل بالعشوائيات او حسب الطلب، انت تطلب مني انا انتج لك، ما انا عندي طاقات عاطله. تدري اليوم كل ما انا زيد الطاقات الانتاجيه. انتوا خاطبتوهم خلينا نقول 2020 خاطبتوهم، يعني شو كان جواب؟ انا ما عندي خطه او ما ببالي فد شيء لو هسه انتج له. لا هو يتيهك لا هو انت من تطلب يعني هو ما يجاوبك. يعني احنا من نطلب نطينا ايش قد الحاجه مالتك ما يطلب اي ما يمشي باتجاه يعني هو ينظر. اليوم كل الوزارات بصراحه تنظر الى موضوع الكلف وليس ينظرون الى موضوع دعم المنتوج العراقي ودعم الصناعه العراقيه. قبل اسبوع الماضي كان اجتماع وزير الزراعه ووزير الصناعه وكنا حاضرين معهم في ابداء التعاون بين الوزارتين. يعني بصراحه يعني معالي وزير الزراعه مشكور على مواقفه في الداعمه لوزاره الصناعه. قال الصناعه تنجح بالزراعة والزراعة تنجح بالصناعة، وهذا صحيح. عندنا كثير من منتجاتنا
في وزارة الزراعة تدعم الفلاح وتدعم وزارة الزراعة وأيضا أنا إذا زراعة ما تأخذ من عندي هواي كثير من الأسمدة وين أوديها؟ أنا مو تجارة ما عندي. زي ما حاولتوا قطاع الخاص تنزل التعاون من القطاع الخاص. القطاع الخاص هم يروح للدولة. القطاع الخاص اليوم الدولة هي أكبر سوق عندنا يعني كزراعة أنت سوقك يعني مثلا اليوم مثلا أنا أروح باتجاه الإطارات مثلا الإطارات بالسوق المحلية بكثرة قطاع خاص والسيارات الصالون وغيرها الإطارات الكبيرة بس أنا أريد كصناعة أنا أروح يعني أخذ سوق الدولة أروح على الدفاع والداخلية أنت ما جربت تنزل للشارع والنقل نعم ما جربت أنه تنزل للشارع والقطاع الخاص تنافسه اليوم ما تقدر لأنه أكو محاربة ضد منتوجك الوطني التاجر نفسه يروح يحاربه يقول هذا نوعيته مو زينة هذا أنت اليوم أنت هذا المنتوج العراقي سعره خلينا نقول 1000 دينار هذا السعر الثاني المثيل إلى بربع دينار هاي المشكلة اليوم إحنا اليوم إحنا أكو هاي أدا أقولك أهم بالبداية هم تكلمت عليها التحديات اللي تواجه وزارة الصناعة تحديات كبيرة جدا والصناعة لوحدها ما تقدر توقف إذا ما يكون تعاون الوزارات والدولة والإعلام والمواطن أيضا المواطن أيضا هم يعني شجع اليوم أنت من تريد تحتاج إلى منتوجات السمنت العراقي تفضل على المنتجات الأخرى المستوردة المواصفات العالية به إحنا ترى مواصفاتنا عالية بس الدعم الإعلامي أيضا مؤثر علينا ويكون سند المفروض إنه ودعم الوزارات أيضا يكون ناجح هذا بصراحة هي الخطوة الجديدة اللي نبدأ بيها وإحنا حاطين من ضمن سياسة الوزارة أنه نتحول تدريجيا إلى قسم من الشركات إلى شركات رابحة وهذا اليوم هم تكلم مع سيد الوزير توجيه دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالورقة البيضاء الورقة البيضاء أنه بعد ما ترى بالمستقبل بعد الدولة ما تشرف على كل الصناعة ما راح تشرف على بس مجرد أنه يرسم سياسات تشرف هواية راح تروح باتجاه الهيكلة وشركات تتحمل هسه بعد راح تحمل 30% 40% من الرواتب هذا الموضوع الدولة بعد ما يعني بس الصناعة الاستراتيجية خلت تروح اللي ممكن ساعد طيب انا بدي اروح ملف اخر استاذ بس اجابتك بعد الفاصل اللي هو دائما ما نسمع بالاعلام خاصة باعلام الوزارة بانه الاجازات الممنوحة للتنمية الصناعية لقطاعات مختلفة شوف الاعداد اللي تطلع بالاجازات ما يعني ما تتوالى ويا كميه الصناعه الموجوده بالعراق يعني هاي الاجازات تمنح بجرد بالاسم لو تمنح وفق مواصفات ولا تمنح لاغراض معينه انه الاجازات اللي تمنح باعداد وتشوف السوق والسوق كله مستورد نعم اجابتك بعد الفاصل استاذ يوسف مستمر وياكم سادة المشاهدين نشوفكم بعد الفاصل مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم سيد يوسف موضوع الإجازات الممنوحة في التنمية الصناعية ومديرية التنمية الصناعية عندما نشوف الأعداد اللي تمنح بشهر أو بالأسبوع ما جاي نقارنها مع ما موجود اليوم الصناعة داخل السوق العراقية زي طيب طبيعة منح الإجازات طبعا هي بصراحة أكو مشاكل وأكو معوقات والوزارة انتبهت على هذا الموضوع وخلت خطة لغرض تسهيل ومعالجة المعوقات اللي تواجه الشركات القطاع الخاص في الحصول على إجازة من مديرية التنمية ومن ضمنها أيضا انطت تسهيلات أخرى بفتح فروع للتنمية في المحافظات حتى تسهل على وتقلص من الإجراءات الروتين اللي يجي إلى محافظة بغداد حتى يحصل على موافقات هذه واحدة من الخطوات وأيضا مشينا بالموضوع الأتمتة اللي حتى نراقب بطريقة دقيقة جدا لعملية الإجازات الممنوحة والتأخير بمنح استحصال الإجازات فإحنا اليوم بصراحة الوزارة مهتمة بهذا الموضوع لأن دعم الدولة للقطاع الخاص لأن هذا هو المستقبل للقطاع الخاص واليوم يعني الدولة أيضا ماشية باتجاه احتضان الشباب عن طريق القطاع مديرية التنمية اللي هي منح فرص وإجازات للشباب
وقروض ميسرة. فإحنا يعني خلينا نقول كوزارة مهتمين بهذا الموضوع حتى يعني نزيد. أنت إذا فتحت ملف القروض، إحنا دائما نسمع هناك أكثر مبادرة وضعت للسوق العراقية، أعتقد مبادرة البنك المركزي اللي هي 5 تريليون دينار و1 تريليون دينار للمصارف الخاصة، جزء منها المصارف القطاعية للمصرف الصناعي، وجزء آخر لمشاريع متوسطة وصغيرة. يعني هل وضعت السودات الصناعة كمستشار لهذه المشاريع؟ هل ممكن وزارة الصناعة تكون هي مبادر أول لطرح أفكار المشاريع أو مشاركة بمشاريع للشباب؟ هو إحنا بالوزارة مثل ما قلت لك إحنا خلينا خطة لاحتواء الشباب ضمن خطة قصيرة المدى. أوكي. يعني وشنو الآلية لتطبيقها من خلال المديرية العامة للتنمية، تخصيص قسم من الأراضي في شركات وزارة الصناعة والمعادن للمتروكة، يعني طيب الأراضي المساحات. طيب شو راح يعني المشروع يحتاج للتمويل؟ يعني راح يصير هناك تواصل مع هذه القروض؟ أولا القطعة الأرض هي راح تنمنح لمجموعة من الشباب والمجموعة خلينا نقول 10 يسوي لهم مشروع صناعي، يأخذون قرض من المصرف الصناعي لغرض خلينا نقول وبسداد معفي من أول 10 سنوات وبعدين يصير السداد على استرجاع مبلغ القرض. هذه احنا بصراحة من ضمن الأولويات اللي ماشيين بها لاحتواء الشباب اللي من خلال منح القطع اللي موجودة خلينا نقول بالوزارة الصناعة. دائما أسمع من الصناعيين أنفسهم، حتى من اتحاد الصناعات، من يعني هناك يوصل مرحلة عند القرض الصناعي يصطدم به، مدى أحكي أحمل وزارة العبء، لا، بما أنه مصرف صناعي بأنه يعني جزء كبير من عمله يدعم الصناعة العراقية. شنو أفاق التعاون أو الاستمرارية بين الوزارة وبين المصرف الصناعي؟ يعني آخرها يمكن أنا سمعت المبادرة توقفت عند وزارة الصناعة والمعادن باعتبار أنه بعض المشاريع المطروحة هي مشاريع وهمية. هو مو هذا الأساس، بس الأساس أساس إنشاء المصرف الصناعي هو لدعم وزارة الصناعة والمعادن. اسمه المصرف الصناعي. شو بدأ يدعم؟ بسبب الظروف الحالية حتى المصرف الصناعي، أنا متصل بالمدير المصرف لأنه بصراحة هسه إحنا دنمر اليوم دولة ما عندها أي سيولة نقدية ولا عندها تخصيصات تمنح خلينا نقول إعمار أو تأهيل أو خلينا نقول استيراد أو شراء مواد أولية، فحتى نستمر بهاي العملية نمشي باتجاه القروض. فمن رحنا المصرف الصناعي تكلمت معه قال أنا ما عندي سيولة نقدية أصلا، يعني يعني سابقا كان عنده رأس مال يقدر يقرض ويقدر يخلي فائدة عليه ويمشي. حاليا أصلا المصرف الصناعي يعني خلينا نقول قسم من الإشكالات اللي برأس ماله، وأيضا هذا طبعا هو المصرف الصناعي عائد للوزارة المالية طبعا. أيضا تنافس ما بين المصارف، ما بين الرافدين والرشيد المصرف الصناعي وغيره، هذه هم واحدة من المشاكل اللي أيضا يعاني من أدها المصرف، بحيث أنه هو مو مثل قوة وثقل الرافدين والرشيد. بس نشوف أكثر أغلب المصارف بما فيها الحكومة، رافدين، رشيد، النهرين الإسلامي، إضافة للمشاريع مصارف الأخرى، قطاع خاص، كلها ذهبت إلى تمويل مشاريع متوسطة وصغيرة، وأغلبها هي مشاريع صناعية. من الممكن يكون هذا حافز ودعم للوزارة؟ إيه أنا أتوقع، إحنا أتوقع بالمصرف الصناعي هو يعني خلينا نقول عليه رأس المال المصرف أقل قليل، وما يقدر يعني خلينا نقول يقدم القروض لأنه اعتذر لنا قال أنا ما عندي قروض أقترض منها لشركات الوزارة، لأنه عد مثلا الشركة العامة للحديد والصلب هي شركة محتاجة لإكمال المشروع واصل إلى مراحل نهائية حتى يفتتح، ومن الخطط اللي احنا واضعيها كوزارة انه بالربع الاول من عام 21 هاي الشركة تبدأ تنتج منتجاتها الطبيعية وترجع تدعم الاقتصاد العراقي وبالامكان تتحول الى شركة رابحة وتستهلك كل السكراب اللي من الحديد اللي موجود في كل وزارات الدولة وتنتهي. بسبب الظرف المالي توجهنا باتجاه الاقتراض، ولحد الان بصراحة احنا ما حصلنا من المصارف بقدر ما محافظ البصرة مشكور على مبادرته أنه هو تبنى الاقتراض بمبلغ 50 مليار لغرض الإسراع بإكمال المشروع حاليا طور الاستحصال الموافقات. ملف آخر ممكن مشت بالوزارة لسنوات ماضية هو ملف الاستثمار، وذكرتها قبل بداية الحلقة اليوم أنه إعادة هيكلة بعض الشركات، وأكون ملف صغير وملف الاستثمار داخل الشركات أو داخل المصارع. هذا ملف بقى مستمر؟ هل هناك دعوات الاستثمار؟ هل هناك
يعني هي شركات بعينها تقدمت للاستثمار بشركات أخرى داخل وزارة الصناعة والمعادن؟ أولا الفرصة الاستثمارية اللي موجودة حاليا بشركات الوزارة ومن خلال وزارة الصناعة والمعادن إلها آلية للحصول على الفرصة الاستثمارية. توجهنا إحنا كوزارة وكشركات بعد ماكو بالأفق أنه تحصل الدولة تكون داعمة إليك، هذا انشالت بعد، لازم أنت تخلي في الخطط مالتك شلون تبحث عن شريك يقدر يعاونك ويجيب صناعة، يجيب تكنولوجيا حديثة يدربك يأهلك، لأنه بأساس عقود الشراكة أو عقود الاستثمار أنه هذا العقد بعد 20 سنة 25 سنة من مدة العقد هذا يكون ملك للشركة المعنية. تترتب على هذا العقد ترتب عليها نسبة حصة شركة نقد شهريا، ويتحمل أيضا رواتب منتسبين العاملين بالخطة الإنتاجية، تدريب رواتب، عدد الفرص راح يشيل جزء من رواتب المحملة على وزارة المالية. هاي الخطة بصراحة هي احنا اللي مركزين عليها، بس يعني خلينا نقول عليها مو كل الشركات مشت بالتوجه على انه انت تجيب تكنولوجيا وصناعة حديثة حتى تنطي فد امتياز، قسم من عندها لا بها بها خلينا نقول مخالفة، والقسم الاخر لا. احنا يعني بصراحة نفتخر انه عندنا خطوط استثمار بصناعة متطورة داعمة للصناعة المحلية. اكو ملف هواي انثار قبل اشهر وحتى يعني صار بي كلام بأروقة مجلس النواب يعني محددين، هو ملف السكراب. نعم. اللي اتهمت به حتى شخصيات يعني داخل الحكومة العراقية وزارة الصناعة، هناك من استغل هذا الملف. أريد أعرف شنو ملف السكراب، من ديديرة شنو هاي الكميات اللي جاء تطلع، وبالفعل هو هذا الثروة ممكن أن تقدر للحكومة العراقية وزارة الصناعة والمعادن؟ يعني الملف السكراب سابقاً يعني بال 2008 و9 لحد 10 يمكن تقريبا، واستمر انه الدوله صدرت قرار انه كل السكراب اللي موجود في كل الوزارات تؤول ملكيته الى وزاره الصناعه والمعادن الشركه العامه للحديد والصلب. لكن مثل ما تفضلت انت يعني حصول يعني بتلكؤات بعمليات السكراب، من عمليات تهريب، من عمليات فساد، من عمليات هذه وانحال ملف شركة الإسناد اللي كانت موجودة، هذا القرار تم إعادة النظر به، فأنطوا صلاحية للوزارات التصرف بالكميات الحديد والصلب، تصرف بالسكراب، تبيعها بطريقة البيع بالمزاد، حالها من حال أي ممتلكات تابعة للدولة. يعني هذا يعني احنا كوزاره كان عندنا احنا نجمعه وننزل الساحات موجوده في البصره، بالاضافه الى عندنا مراكز تجميع للسكراب في كل المحافظات. الوزاره سابقا شركه الحديد والصلب كانت ما مهيئه، اليوم وصلت الى مراحل نهائيه في الربع الاول، ما باقينا غير تقريبا 6 أشهر او اقل من 6 أشهر يبدي الانتاج. ينتج الحديد والتسليح وغيره وكل أنواعه، جهز الخطوط. ولهذا إحنا كوزارة مشينا باتجاه الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار السابق ل خلينا نقول تكون ملكيته للوزارات. الدولة ده تصدر بين فترة وفترة قرارات، بس مو بشكل عام، يعني صدرت قرار قبل فترة أنه السكراب اللي موجود بوزارة الداخلية للبنية التحتية لهذه سكراب السيارات وغيرها كله يسلم إلى وزارة الصناعة والمعادن عن طريق الإهداء. طبعا كل السكراب يسلم عن طريق الإهداء بدون ثمن، بس القرار اللي صار اللي استغلته بعض الوزارات ببيع السكراب اللي موجود هو اللي صارت عليه عمليات تهريب، واللي صارت عليه عمليات يعني خلينا نقول أنا أعتبرها ضرب للاقتصاد، لأن هذا يعتبر ثروة. أما كان معاني هسه أروح استورد بدي دولار خامات لإنتاج الحديد، أنا كان عندي هاي الخامات كانت تمشيني وصير عندي رأس مال أقدر استورد بيه وأوقف على يعني يوم يعني. ذكرت الشركة الحديد والصلب أصبحت ممكن تكون جاهزة. نعم. ضفتوا لها خطوط انتاج جديده ولا يعني شنو كان طبيعه التاهيل؟ لا هي خطوط جديده بالكامل، لانه هي اولا متقادمه،
وحاليا خطوط جديده بطاقات انتاجيه عاليه تستوعب وتقدر تغطي حاجه العراق من منتجات الحديد. وعندنا هسه حاليا بالانتاج الانابيب الحديديه ايضا، وعنده خط يشتغل وعنده عقود مع وزاره النفط. هاي من الشركات اللي ممكن يعني العراق يبقى يفتخر بها ظهر الشركات الاخرى، لكن اعتقد هو الطريق طويل اليوم وملوء يعني مليء بالاشواق قدام وزاره الصناعه والمعادن باعتبار انه احنا نسميها التحديات. تحديات وممكن انه تواجهها الوزاره خاصه وهي سوق غارق بالمنتج والمستورد، لكن الله يكون بعونكم. انا اقول والله يا استاذ عزيز يعني احنا قلت لك الصناعه لوحدها يعني ما تستطيع ان تتعامل، لا طبعا تعاون الوزاره تعبر هذه المرحله الصعبه، واحنا هذا ننظر من منظور دعم الاقتصاد الوطني، لانه يعني الدوله تعتمد على فقط على النفط، ولازم لازم الزراعه تحتي ولازم الصناعه تحتي حتى على الاقل يساهمون. اكيد لكم لكم ذراع يساهمون ذراع ومساهمه خاصه. احنا في ظل يعني توجيه السيد الوزير الحالي توجهنا ووضعنا خطه لاعاده خلينا نقول تقييم كل شركات الوزاره، اعاده تقييم لكل المشاريع اللي موجوده عندنا، وبدينا نأشر نقاط الخلل وشلون نقدر نعالجها، والعقود اللي ما بيها خلينا نقول جدوى اقتصاديه بدينا نلغيها حتى نبدي بدايه جديده ويصير عندي ثقه. يعني احنا انا اعتبر من اكبر التحديات اللي موجوده عندنا بالصناعه هي احنا ثقه المستهلك طبعا والدوله انفقدت بالمنتج العراقي. هذا شلون نرجعها؟ الطريق مفتوح لكم. هذا شلون نرجعها؟ نرجعها بجهدنا، ولازم احنا نتعب حتى نرجع قيمتنا مثل ما كانت بالسابق. اكيد هذا اللي نتمناه صراحه. استاذ يوسف ما انا عندي كثير من الاسئله لكن ضيق الوقت اختم وياك. شكرا لك استاذ يوسف محمد وكيل وزاره التخطيط لشؤون وكيل وزاره الصناعه والمعادن لشؤون التخطيط. شكرا استاذ يوسف. شكرا الصراحه كل المعلومات القيمه اللي لفتنا فيها. شلون نتواصل بحلقات اخرى ونشوف في تقدم كبير عند الوزاره ان شاء الله. واهلا وسهلا بكم. شكرا. وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين حتى نلتقيكم بحلقات اخرى. الى ذلك الوقت في امان الله.